تأجير ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 في مصر، زوروا الويب سايت بتاع ماكرومانيا عشان تتعرفوا أكتر على طريقة التأجير والاشتراك، وما تنسوش تستخدموا الكود SK Production زي ما هو واضح قدامكم عشان تاخدوا ديسكاونت على اللعب اللي هتأجروه. السلام عليكم، معاكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده جايب لكم فيديو جديد. اعتقد يعني هيكون اكتر من فيديو، لان انا قررت ان انا العب واعمل زي ووك ثرو، لايف ووك ثرو للعبه بي تي او بلايبل تيزر او تيزر بتاع سايلنت هيل او الديمو بتاع سايلنت هيل زي ما اي حد يحب انه يسميه. المهم انا يعني اول حاجه اقولها لكم قبل ما ابتدي، انا يمكن ما عملتش اي فيديو قبل كده علشان الووك ثرو في فيس كام او حاجه زي كده، عشان انا ولعبه رعب كمان، لان انا ممكن اقول لكم انا بحب لعب الرعب بس انا خواف يعني صراحه، يعني ردات افعالي مثلا على اقل الصوت ممكن يحصل او اي حاجه في اللعبه بتبقى يعني ممكن تقلب بمسخره او الجيران يبلغوا عن البوليس. بس ف انا قلت اسجل ونشوف ايه الديمو انظامه. انا كنت عاوز اعمل الحوار ده اول ما الديمو نزل، بس اتشغلت في اليومين اللي فاتوا. فيلا بينا بقى نشوف يعني حاجه جديده ان احنا نحطها، عشان الناس طبعا عندي كلهم لعبوا الديمو وكل واحد حاطط لس ايه ده، مفيش حد حاطط صوره غير واحد بس، كلهم طلعوا بللوا بنطلوناتهم وطلعوا. يلا بينا نبتدي. بالمناسبه عشان تبقوا عارفين انا مش عارف اطفي النور، مشكله بالنسبه للكهرباء يعني النور مش هينفع يطفي الا لو النور قطع. ده حاجه. تاني حاجه انا قاعد، انا هقعد العب دلوقتي ومشغل السماعه معايا على بروجرام المفروض ان هو بيلقط الفريكونسيز اللي هي الصغيره قوي اللي هي اقل صوت موجود في اللعبه، بيحاول ان هو يعمل لها امبليفاي، فهتبقى الاكسبيرينس ذات نفسها يعني ربنا يستر. شكلي جبته لنفسي. وبالمناسبة يعني احنا عشان لو هنكسر يعني حاجز الملل بالنسبة للفيديو، يعني ممكن ان انا بتكلم معاكم عن انا لعبة يعني سايلنت هيل ذات نفسها اول ثلاث اجزاء منها يعني ممكن اعتبرهم من احسن اللعب اللي انا لعبتهم في حياتي، يعني ممكن احطهم على لستة احسن 10 لعب انا لعبتهم في حياتي، لان الصراحة السيريس دي كانت يعني هي مش مجرد انها لعبة بترعبك او لعبة تخضك او حاجة زي حاجة زي كده، لكن صراحة هي كانت محترمة شوية من ناحية الستوري، وكانت انا مش عارف ايه اللودينج ده كله، يعني اركب يعني اس اس دي في البلاي ستيشن يعني ولا ايه بالظبط. المهم ففكرة نفسها ماشي. المهم ف من بعد الجزء الثالث بالتحديد في اللعبة دي اللي حصل ان هم يعني خربقوا اللعبة، يعني الفكرة ان اللعبة راحت لديفلوبر تاني وغير تيم سايلنت اللي هو اللي كان عامل اللعبة، فبوظوا اللعبة وادي اللعبة ابتدت صرصار اولها كده سو فوتو رياليستيك صرصار صار فوتو رياليستيك. مش هظبط الصوت. وماله بيتحرك كده ليه؟ وبيمشي ببطء شوية. ماشي. فما اعرفش بقى يعني، يعني من ساعه لما سمعت الخبر اللي هو ان هيديو كوجيما، يعني هيديو كوجيما المفروض انه عمل احسن لعبه بالنسبه لي في موشن بلور غريب فشخ. هيديو كوجيما زي ما بقول لكم عمل احسن لعبه بالنسبه لي اللي هي ميتال جير سوليد سيريس عامه. بس الفكره نفسها مش عارف هل دي تبقى حاجه كويسه ان هو هيمسك اللعبه ولا لا، يعني هيديو كوجيما ملوش اي خبره في او ملوش اي سابق اي حاجه هورور جيمز.
Police arriving on scene after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the same state last month. معلش بس اسمع بس هو ايه اللي بيتقال. A man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, child care, and other social issues facing the average family. يعني بالصلاة على النبي تقريبا احنا هنا في بيت بتاع واحد راجل قتل مراته اللي كانت حامل وكان وشكله كده ساتانيست وبيقعد يعمل شانتينج وعبدة شيطان والكلام ده شكله حاجة زي كده وعندنا نجفة ولا وات ايفر اسمها ايه دي عمالة تعمل أصوات تجيب الكانسر مفيش مينفعش افتح الباب وحركة بتاعته غريبة جدا مينيمز ايه فيلد في موشن بلور غريب مزعج علينا مش حاجة انام شكلنا كده هنخش الباب التاني هو حسب اللي انا فهمته ان احنا المفروض ان نقعد نطلع من الباب نخش في حتة تاني ونخش ونطلع نخش ونطلع نخش ونطلع انا هحاول ان انا اكمل للاخر ونشوف ايه اللي هيحصل يا الراديو مش شغال المرة دي طب ايه ولا كده السويت بالراحة بعيد 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 مش حاجة أنا. خلاص بقى لا لا مش مفتوح وبعدين ممكن نروح بص يا جدعان انا فعلا انا مقلق فشخ انا حاسس ان انا هيطلع لي خوابير انا عارف ان اللي انا سمعته ان اللعبة دي يعني طب بعدين مش فاهم هو باب فتح دلوقتي يعني ماشي بعدين بطل يا حبيبي تتنطط على الارض يا حبيبي وفي في صوت حد على يميني بيجري على الارض فعلا واي
معكش مروح. اوكي طب ايه الباب ده مقفول؟ الباب من الناحية التانية مقفول. سنسيتيفيتي غريبة فشخ في خلع أم البتاعة دي. طب وبعدين؟ طيب أنا مش فاهم. كده ده كده اسمه لعب عيال. اسود ومنيل. في حاجة جوه وانا عارف ان في حاجة جوه واتحرق لي اللي جوه، بس خش ازاي؟ خلاص يا حبيبي، خلاص يا خلاص يا وما فيش اي اكشن باتنز في ام اللعبة دي. ازاي اخش ام الباب ده؟ خلاص طيطش، ما بحبش صوت العيال بتعيط. في زوم ان ده. طب ماشي ماشي ماشي. يا نهار اسود. طب ايه مطلوب مني؟ امشي في الضلمة؟ لا حي، مش همشي في الضلمة انا. الصراصير دي كلها ماشي. شغل الاشتغالات ده بقى. دلوقتي بقى ممكن اخش الباب ده يعني؟ خلاص بقى دلوقتي بقى خلاص ينفع اخش. انا بشكلكوا يا شيخ. ماشي انا الحتة دي عارف اللي هيحصل فيها، لان انا شفت فيديو ليها على اليوتيوب، عارف كويس اللي هيحصل. وقفلت
اول ما بابت ايوه اتقفل ايوه، وشفت الخرا اللي في الهيت سينك كده ماشي، ومنظر ومنظر ذات نفسه منظر اساسا يوجع القلب اكتر، يعني انك انت تشوف قدامه عين قدام عينك فاكس. هو النبي يا جدعان، ما بحبش الشغل ده خالص يا جدعان. اقعد اطلع، الباب بيتفتح والنبي الباب بيتفتح. اخرس ماشي. حاطين يعني مرض النفس وصل لدرجة ان هم حاطين لي فيتوس بتاع كان فضائي في الحوض في البانيو، وشكل حد كان منتحر هنا، هو شكل كوجيما جاب مسيري اوتو بس عشان يعملوا الحتة دي بس مش اكتر يعني. بس بعدين بعدين يا جدعان الفيتوس مات مات خلاص مات. انا عاوز اطلع طبعا، مش باين وش امي مش باين. طب ايه طيب طب ايه، ما هو مفيش اكشن باتنز في اللعبة دي، لعبة مبنية على ان انا احرك ستيك فقط لا غير. مش مطمن خالص للي هيحصل لي دلوقتي، انا حاسس ان انا همشي كده. بالراحة بالراحة هو هيضلمها لي حتة حتة شكله. الباب لسه مفتوح. Trust tap water. يعني انا بجد انا ده بتترعش، انا فعلا انا فعلا ده بتترعش. وايه المرة دي؟ touch dial now gets started. هو كل مش الباب مقفول. جميل. ماشي said look behind you.